يعطيكم العافية من جديد. نحن حكينا بشكل مقتضب كتير عن الفيلان، انا حنزلكم فيديو شرح كامل عن الفيلان وكيف نحن بنقدر نعملها كونفيجريشن. قبل ما نبلش نحن بوضع الكونفيج للتجهيز عندي للسويتشات او الراوترات، بس خليني نوه لموضوع. انا رح اتعامل مع اي تجهيز من تجهيزات سيسكو او حتى اي تجهيز شبكية، لانه صار موضوع ستاندرد. في عندي بورت تدعى كونسول على كل تجهيزة، انا من خلالها بقدر بعمل الكونفيجريشن. يعني ما بصير انا احط الوصلة تبعي وصلة الكونسول، بتجي هي وصلة خاصة، ما بقدر انا احطها باي بورت وبرمج، لازم حصرا عن طريق الكونسول. هي انا عندي كونسول بيكونوا كاتبين هنين عليها كونسول. بالنسبة للسويتش الكونسول، البورت الكونسول بتكون من الخلف. انا طبعا لحتى بلش برمج لازم يكون عندي اول شيء وصلة الكونسول، ولازم يكون عندي كمبيوتر في عليه برمجية صغيرة او برنامج صغير مثل البوتي، تيرا تيرم، هدلون البرامج اللي بتتعامل مع وصلة كسيريال. انا عندي سيريال الكونسول تبعي موصول على الكم تبع الحاسب، وصلة سيريال. هاي هي الكونسول، هذا هي وصلة الكونسول، هذا الطرف الـ RJ بوصله مع السويتش او الراوتر، هذا الـ RS او السيريال بوصله مع الحاسب تبعي او مع الكمبيوتر تبعي بالطريقة هاي. بوصل السويتش او الراوتر، بوصله على الكهرباء، بوصل الكونسول على الكمبيوتر، ولازم يكون عندي برنامج مثل البوتي مثل التيرا تيرم. اول ما بحطه على السيريال وبقول له اوبن، تفتح عندي الواجهة تبع البرمجة اللي هي نحنا رح بنشوفها هون عن طريق CLI. هيك بتطلع عندي واجهة البرمجة، بضغط انتر لحتى انا فوت على المود تبع البرمجة للسويتش او للراوتر.